السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض. للأسف الشديد اتصدمت صدمة لسه من شوية، بقلب كده في الفيسبوك وبدخل على الخاص لقيت رسائل، فمن ضمن الرسائل لقيت أخ جزائري بعت لي وفي شتايم. ما صدقتش، أنا افتكرته بعت لي حاجة زي الإخوة، كل الإخوة الجزائري بيجي لي رسائل بالعشرات كل يوم كتير جدا يعني. فدخلت لقيته بيشتمني، بيقول لي انا من الجزائر وبيشتمني. دخلت على صفحته اتاكدت ان هو جزائري بيشتمني ان انا مصري، وطبعا بيشتم بلدي يعني، بيشتمني بافظع الشتايم، ومفيش جزائري شتمني. انا بقالي سنة ونص بحلل المباراة، وحظي في بداية ما عملت القناة ان الجزائر كسب كاس العرب، وكنت الدنيا ماشية، اغلبية المتابعين اخوة جزائريين غاليين عليا قوي، وانا راجل مهني، انا مش داخل اليوتيوب ان انا واحد بشجع الكورة وواخد تليفون من ماما وبعمل فيديوهات. انا راجل كنت لاعب دولي، وكنت بشوف الاول اليوتيوب من زمان محللين وبحترمهم، لكن كنت دايما اقول انا افكاري ان شاء الله توصل للناس، هو ده هدفي ان افكاري توصل للناس. فعملت الدوري المصري، قعدت فترة كده لقيت الدوري المصري اهلي وزمالك، لازم ابقى انا لابس تيشيرت الاهلي او تيشيرت الزمالك، وانا راجل كنت نجم نادي المقاولين ولا يمكن اعمل كده. فبالصدفة بالصدفة بحلل المباراة للزمالك مع الترجي التونسي، عملت مشاهدات من تونس، تونس هو اللي كسب 3، فالتوانسة الإخوة التوانسة دخلوا على الفيديو بشكل رهيب، فالفيديو ضرب، فابتديت أشوف تونس أحلل لهم الجماهير. فكان من حظي بعد أسبوع في مباراة تونس والجزائر، والجزائر كسبت تونس، فدخل آلافات مؤلفة من الإخوة الغاليين الجزائريين. ده السبب. لما قعدت مع مديرة القناة وقعدت مع أخويا بيقول لي معقولة مش هتحلل الأهلي؟ قلت له أنا عايز أفكاري توصل، أنا الأهلي بيشوفني 300 400 ألف كتير، الفيديو بتاع الجزائر وتونس كان جايب 50 ألف، أنا عايز أفكاري توصل للناس. وبعد كده بقى في تفاعل يوميا، بقالنا سنة ونص الأم الجزائرية، الأخت الجزائرية، البنت الجزائرية، الأخ الجزائري، الراجل الكبير الجزائري على رأسي من فوق، إيه الأصل ده وإيه الأخلاق، وكل شوية يعني يفرحوا قلبي بتعليقاتهم ويدعموني. الخلق ده استمر، عشان كده استمريت. إنما هل أنا أستحق إن أفتح ده واحد جزائري من الجزائر يشتم أمي ويشتمني بأقذر الكلمات؟ بدور على السبب، عمال ادور على السبب، لقيته بيقول لا تتدخل في الجزائر، اوعى تتكلم على الجزائر. عملت له طبعا بلوك، ولا هعرف اسمه وعايز انساه، وربنا يهديه، ربنا يهدي له نفسه، والله ربنا يهديه. الواحد لما بيشوف تعليقات الاخوه الجزائريين، الناس بتخش تدعي للواحد، الناس بتخش بيعاملوني زي اخوهم، بيفرحوا قلب الواحد، عشان كل واحد مستمر بيفرح قلب الواحد. انا كنت ممكن اروح الجزائر، والحمد لله الامكانيات الماديه الحمد لله ممكن اروح الجزائر بكره، بس لا، هيقولك ده جاي الجزائر عشان ياخد مشاهدات، انا مش بتاع مشاهدات، انا راجل مدرب كوره عايز افكاري توصل للناس. انا عايز اشرح مباراه 90 دقيقه في 4 دقايق، في هنا 10 عايزين يسمعوني وهنا واحد، لا هروح للعشر اللي يسمعوني عشان افكاري توصل للناس، هو ده هدفي. الجزائريين دخلوا وشرفوني في القناة، بقى يطلب واحد يقول لي يا كابتن واحد اسمه اسماعيل بن ناصر اتكلم عني من عينيا، ولما كنت حافظ اسمه كلمت على اسماعيل بن ناصر، اتكلم يا كابتن على في واحد اسمه كذا، في واحد، بقيت اراضي الجماهير الكبيرة اللي عندي في القناة. وعمري ما شتمت بلد تانية، وعمري ما غلطت في بلد تانية، ودايما كل حاجة حلوة في الجزائر اقولها، واقول دي هتقرب مني الناس ويدخلوا يشتركوا في القناة، عشان لما حلل المباراة لليفربول ألاقي مشاهدين، لما حلل المباراة في كأس العالم ألاقي مشاهدين، هو ده هدفي.
لكن لا عمري فكرت ان انا بفكر في فلوس ولا مشاهدات، لا والله عايز افكار الواحد بتفرج على مباراة 90 دقيقة، بسجل افكار وبقولها لك في 5 دقايق 4 دقايق، قد ايه ببقى مبسوط ان انت بتتفاعل ومبسوط معايا. هل ده استحق ان انا اتشتم؟ يا ربنا يسامحه بقى. شكرا.